السؤال البرلماني هو أحد أنواع الدور الرقابي للنائب، أما سؤال برلماني أو استجواب. السؤال البرلماني كان يتكون من 6 فروع، لم تستطع الوزيرة أن تجيب على أي أحدها، وكانت إجاباتها متناقضة واعتمدت على الإنشاء أكثر من المادة العلمية، وحاولت أن تجذب عواطف النواب حقيقة. يعني قطع الاتصالات بدأ ينهار، إيراداته قلت، سوء الخدمة الآن. بالتالي أتمنى على السيد رئيس الوزراء أن يبادر لتغييرها ضمن التغيير الوزاري حتى لا ينهار قطع الاتصالات أكثر، مع احترامنا للسيدة لكنها لم تنجح بإدارة وزارتها.